طبعا احنا كلنا نبحث عن مقبرة كليوباترا. طبعا دي غير كليوباترا بتاعت نتفليكس خالص. كليوباترا اللي بجد الحقيقية. كليوباترا البطلمية اللي من أصل يوناني التي حكمت مصر كآخر ملكة في العصر البطلمي، وبعدها بدأ الحكم الروماني لمصر. وبفكروني نقعد نتكلم عن مسألة الحكم الروماني لمصر، الحكم البطلمي لمصر، الحكم كل الكلام. كل هذا لم يكن إلا مجرد حكما. فضلت الثقافة المصرية هي الثقافة المصرية. تاخد ما تريد وتلفظ البقية. دي مصر. تيجي تقولي تم احتلالها أقولك تهجيس وكلام فاضي. أصل المصريين أعراق ومش عارف إيه كتير، أي كلام فاضي وما هو إلا كلام الجهلاء. حقيقي يعني. لكن تعال نشوف البعثة دي بقى. في بعثة أثرية مصرية فرنسية كشفوا بالفعل عن معبد الإلهة أفروديت أفرودايتي من القرن الخامس قبل الميلاد. حلو كده؟ وطبعا مصحوب بعدد من الكنوز الأثرية اللي بتخص معبد أمون، وزي ما حضراتكم شايفين قدامكم بعض من الصور. وده كان خلال أعمال تنقيب تحت المية. فين بقى؟ في مدينة اسمها تونيس، وهي ناحية أبو قير في اسكندرية. إيه القصة دي؟ وإزاي ده ممكن يقودنا لاكتشاف مقبرة كليوباترا اللي احنا مش عارفين هي فين لحد دلوقتي؟ فين هذه السيدة التي يعني نسجت حولها الأساطير وكتبت حولها الحكايات ورويت حولها الروايات وصنعت عليها عشرات الأفلام، منها اللطيف ومنها المزعج ومنها العبيط زي المسلسل اللي كنا بنتكلم عليه من قيمة كام شهر كده. تعالوا ناخد معانا على التليفون دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار. اهلا بيك يا دكتور مجدي. للتحيه لحضرتك وبشكرك على مقدمه قوي استاذ يوسف، ونفسي حضرتك تناشد وزير التعليم نلغي فتره كلمه المماليك والعثمانيين ونلغي كل يعني ما يسمى بالاحتلالات، لان ما فيش دوله في العالم، وحضرتك سافرت اوروبا ودرست التاريخ الاوروبي، هناك بيسموا تاريخهم عصر الباروك والروكوكو، بيسموا العصور الوسطى. احنا في التاريخ القديم يا استاذ يوسف بنسمي تاريخنا عصر الدوله القديمه يسموه عصر بناه الاهرام، الدوله الحديثه بنسميها عصر الامبراطوريه، فليه بعد كده بنقول عصر اليوناني الروماني وبنقول بعد كده العصر المملوكي والعصر العثماني؟ لماذا لا تسمى الاسماء بمسمياتها؟ كل دول تاثروا بحضارتك وخدوا من حضارتك، وزي ما قال افلاطون وما من علم الا اخذناه من مصر. وكل المدن، وهذا الكشف اللي حضرتك بتقوله النهارده بيؤكد ان هذا البلد قديم قوي، يعني دايما نقول اسكندريه اللي اساسها اسكندر، حضرتك قلت في المقدمه من القرن الخامس، طب الاسكندر جه امتى؟ جه في القرن الثالث، يبقى معنى كان عندنا مدينه قائمه، ميناء مهم جدا في القرن الخامس اللي هي مدينه تونس اللي هي المصريه القديمه والعصر المتاخر اللي بيسموه الفرعوني، فضلت المدينه دي من القرن الثامن، كانت مدينه ضخمه جدا، كانت على الفرع الكنوبي، لان انا عارف حضرتك اسكندراني، كانت في فرع من فروع النيل كان بيوصل لغايه اسكندريه، وكان هذا الفرع كان بتيجي فيه السفن من اليونان، كان بيسموا البحر المتوسط البحر اليوناني، فكانت السفن بتيجي للفرع الكنوبي ثم توصل لغايه قفط في البحر الاحمر، وبعد كده ياخدوها من قفط في قنا يوصلوا البحر الاحمر تروح جنوب شرق اسيا، وبالتالي كان عندنا مدينه مهمه جدا جدا، والمدينه دي يوسف فضلت من القرن الثامن حتى القرن الثاني، فضلت 1000 سنه وكانت مدينه مهمه جدا جدا، لكن حصل زلزال المدينه دي اعتبرت من الاساطير وبدانا نقرا عنها ما نعرفش اي حاجه عنها، فضلت 2000 سنه لغايه ما سنه 2000 جالنا واحد اسمه فرانكو جوديو، الراجل الفرنساوي كان جاي يدور على اسطول نابليون ولكن اكتشف لنا هذه المدينه. ولكن نذكر في هذا الاطار نذكر اثنين من اهل اسكندريه الجدعان قوي، نذكر السيد كامل ابو السعدات، ده كان احد الغطاسين المهمين جدا طبعا. اللي هو كان لهم دور في الكشف، ونذكر السيد عمر طوسن اللي كان محافظ للاسكندريه اللي كان من العصر الملكي. فانا نفسي يا يوسف وحضرتك راجل اقتصاد كيف يستغل هذا الكشف، وحضرتك دايما بتتكلم عن الاقتصاد، اي حاجه بنتكلم عليها ما تجيبش فلوس يبقى قلتها اولى، فبنشدك حضرتك كراجل اعلامي وكراجل نواب عندنا حلم احنا كمتخصصين ان يكون هناك متحف للاثار الغارقه تحت الميه، واليونسكو 2013 طرحت عندنا هذا الموضوع، يبقى في فكره انابيب، يبقى جلاسس بوت، بحيث الناس تقدر تنزل تشوف المدينه، لان حضرتك عندنا معبد بقايا معبد لامون، عندنا بقايا معبد لايزيس، عندنا بقايا معبد لافروديت، عندنا قصر لكليوباترا، عندنا مدينه بموانيها بمطارات، يعني احنا النهارده لقينا في معبد افروديت لقينا الغرفه اللي كان فيها اللي كان بيحطوا فيها الكنوز بتاعتهم،
لقينا 10 اطباق من الفضه، 10 اواني، لقينا دليات اللي بحضرتك عارضها على الشاشه، كل دي اثار من الذهب والفضه، فلماذا لا ينزل السائح الى اسفل ويشوف كل هذه الاشياء؟ خاصه على عمق مش كبير، احنا بنتكلم على بعد 2.5 كيلو وعلى عمق 10 امتار، و10 امتار مش كتير بالنسبه للغطاسين، فاحنا لو لقينا اليه وحافظنا على هذه الاثار تحت الميه اعتقد الموضوع مهم. وفي نفس الوقت احنا عندنا المتحف الفنون الروماني موعودين بافتتاحه خلال ايام قريبه، لماذا لا تخصص غرفه لعرض بعض هذه المقتنيات؟ اعتقد ان احنا عملنا متحف للاثار الغارقه هيجيب دخل مهم جدا، والسائح هيبقى عنده، تعرف السياحه بقت اداره وبقت فن وبقت نوع من التشويق. لا، واسكندرية بالذات تستحق انها تبقى موجودة كوجهة سياحية عالمية، ما تبقاش مجرد وجهة لسياحة المصطافين المصريين. يعني احنا بنتكلم على مدينة اصلا هي كوزموبوليتانية باساسها، حتى في اساسها الحديث، فما بالنا انه لما يبقى في عندي هذا الكم من الكنوز اللي موجود في اسكندرية، ليه ما يدرسش انه يتعمل استثمار كبير بان احنا يبقى في زي ما قلت كده ممرات وانفاق زجاجية تبقى موجودة تحت مية تنفذ بشكل يعني أعلى أنواع التكنولوجيا، بحيث أن الناس تيجي وتشوف ده وتتابع، مما لا شك فيه هيبقى مشروع بالتأكيد يعني في منتهى الربحية. طب عندي سؤال كمان بقى دكتور مجدي، لما كنا بنقرأ الخبر فلقينا أنه مكتوب فيه جملة لطيفة جدا، مما قد يؤدي أو يمهد للوصول إلى مقبرة كليوباترا. والله رجع حضرتك من اسبوعين بالظبط كان في كشف مهم جدا في العالمين اثناء مهرجان العالمين، والناس كلها كانت مستغربه، لقينا احد السفن الغارقه من القرن الثالث قبل ميلاد، وفي بعثه تبع الدومينيكان في غرب الاسكندريه بتشتغل في معبد تابوريس ماجنا. السيده دي من سنه 22 في نوفمبر 22 لقت احد الممرات او احد الانفاق وقالت ان هو بيوصل لجزء تحت الميه، فمؤكد بنسبه 70% ان مقبره كليوباترا ومقبره الاسكندر ممكن نجدهم. واحنا في المنطقه اللي بنتكلم على حضرتك عليها لقينا قصر للبقايا، قصر الملك كليوباترا، فالقصر بتاعها يحتمل ان المقبره موجوده عندها. تاني حاجة حضرتك قلت كلمة مهمة جدا، كوزموبوليتان دي مش موجودة اليومين دول. في نفس المدينة اللي حضرتك بتتكلم عليها لقينا معبد لأفروديت ولقينا معبد لأمون، وبالتالي عندنا أمون معروف أنه معبود طبعا مصري، أما أفروديت فهي معبودة يونانية، فدي يؤكد أن احنا بنتقبل الآخر، وده في دليل أن كان موجود يونانيين كانوا موجودين في هذا المكان إما تجار وإما جنود مرتزقة، فأن يسمح ليهم بممارسة عبادتهم دي بيؤكد الموضوع طول عمر مصر موجودة في هذا الإطار. فإحنا عايزين نقول لأولادنا والله الإسكندرية أقدم من الإسكندر، كوزموبوليتان دي موجودة مش بس الإسكندر هو اللي عملها ولكن موجودة قديمة، إنما موضوع كليوباترا أعتقد إن هو خلال السنوات القادمة وخلال هذه الكشوفات إن شاء الله يعني أكيد هي والإسكندر هيحصل هذا الموضوع، لكن بنتمنى إن الإسكندرية إحنا عندنا خلال الأيام اللي جاية عندنا المتحف اليوناني الروماني هيبقى شيء إن شاء الله مذهل، وبإذن الله يعني المحافظة كلها بتستعد لهذا الحدث، ولكن أتمنى نروج لهذا الكشف ونتكلم عليه أكتر، نصور فيديوهات عنه أكتر، نقول لأولادنا التاريخ الحقيقي لهذه المدينة اللي كانت عمرها بتسمى العاصمة الثانية بالنسبة لمصر. بسم الله ما شاء الله، أنا مبسوط جدا 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 بهذا السرد الرائع والممتع والمنظم يا دكتور مجدي، وأتمنى إن احنا نتقابل مرة كده في البرنامج ونقعد نتكلم كمان بشكل أكثر اتساعا. أتمنى ذلك. دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار.